والنار أول ما لمست الورقة صوت مراته بقى جايب آخر الدنيا. السويت كان فظيع قوي. من الخضة ساب الورقة على البوتاجاز وطلع يجري على الأوضة. مساء الليل عليكم يا شباب، آسف لو بتأخر عليكم، بس ده عشان بكتب القصة بشكل يحترم عقولكم وفيها قدر كافي من الرعب. عشان ما تأخرش عليكم يا شباب، هيبقى المحتوى فيه قصص أنا مألفها مع قصص واقعية، روايات، أفلام، من مواقف وأي حاجة اقتبس منها هتتذكر في الديسكريبشن تحت. ومن غير رغي كتير يلا نبدأ الكابوس يا أشباح، بس طبعا بعد اللايك والاشتراك لو أنت مش مشترك وتفعيل جرس الإشعارات عشان ما يفوتكش ولا كابوس. ويلا نبدأ، بس اللي بيخاف يولع الكشاف.